دنيا بطمة لم تعتقل في الدار البيضاء. تفاصيل جديدة. الكوميدي يسار يوجه رسالة خاصة لدنيا بطمة. مراكش ازدال الستار على عروض نوستالجيا. ايداع دنيا بطمة لسجن لودايا. جواد قنانة يتفاعل بعد اعتقال دنيا بطمة. ما كاين اللي خرج عليها قدكم. المغاربة يتشبثون بالرجراج للاستمرار ربانا لكتيبة أسود الأطلس رغم الإقصاء المخيب. أبو تريكا، لو كنت مكان لقجع أول قرار أتخذه هو دعم الرجراج ومجموعته للتتويج على أرضه السنة القادمة. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لحسم مصير وليد الرجراج. ماذا قال مدرب جنوب إفريقيا بعد إقصاء المنتخب المغربي؟ كونتي يكشف ضعف المغربي أشرف حكيمي في ركلات الجزاء. الثالث بين أقوى 15 دولة إفريقية، المغرب يتقدم على الجزائر في القوة العسكرية والتنمية الاقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل ما نبدأ الحلقة كنتمنى من كل واحد اللي يشوفنا حاليا ما يبخلش علينا بالضغط على زر الإعجاب، وأيضا تشتركوا في القناة وتخلوا تعليقات ديالكم تحت الوصف، وهذا المجهود اللي كنبذلوه من أجلكم باش نوصلكم المعلومة. واللي كيعجبو هذا المحتوى يحاول يشارك في القناة ويفعل زر الجرس باش توصلوا بأي جديد. وبلا ما نطول عليكم، دائما كنبداو بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كشفت مصادر خاصة أن المغنية المغربية دنيا بطمة لم يتم اعتقالها بمدينة الدار البيضاء، كما روج لذلك مجموعة من المواقع الإلكترونية والإخبارية. وحسب ذات المصادر، فإن مصلحة الشرطة القضائية لأمن مدينة مراكش هي من قامت باعتقال دنيا بطمة بالشقة السكنية الكائنة بالرقم 159 الشقة رقم 7 الطابق الثاني إقامة السفراء، وذلك بشارع مولاي إدريس الأول، بعد أن أدينت هي وشقيقتها في قضية حمزة منبيبي خلال جميع مراحل التقاضي. ويبدو أن المغنية توارت عن الأنظار وغادرت محل سكنها عمدا بعدما علمت بمذكرة البحث، مما دفع إلى الالتحاق بالشقة التي أوقفت بها. وجاء اعتقال المغنية المغربية دنيا بطمة يوم أمس تنفيذا لمراسلة رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من أجل تنفيذ الحكم القضائي الذي ينص على إلقاء القبض عليها، وذلك بعد إدانتها استئنافيا ونهائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة قدره 10,000 درهم في قضية حمزة منبيبي. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت في 30 من يوليو من عام 2020 دنيا بطمة بالحبس النافذ سنة واحدة، بعدما سبق أن أذنت المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر حبسا في الملف المعروف بحمزة منبيبي. وقضت المحكمة بتأييد هذا الحكم الصادر في حق ابتسام بطمة شقيقة المغنية، وهي سنة حبسا نافذا، كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق صوفيا شكيري المدانة بعشرة أشهر نافذة. وقررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة من سنة ونصف إلى سنة واحدة في حق مصممة الأزياء عائشة عياشة. وجاءت إدانة دنيا بطمة ومن معها على كل المنسوب إليهم على خلفية متابعتهم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بحمزة منبيبي، من أجل جنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجتها وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. عبر الكوميدي المغربي يسار المغاري عن إعجابه بصوت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد مشاركته لمنشور لها وهي فوق الخشبة. وشارك يسار المغاري عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة للفنانة المغربية دنيا بطمة معلقا تطربني. يشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة تمر من فترة صعبة بسبب القرار الصادم في حقها في قضية حمزة منبيبي، حيث تم اعتقالها مساء أمس بمدينة مراكش حسب بعض المصادر.
أسدل الستار مساء يوم الأربعاء برحاب قصر الباهية بمراكش على عروض نوستالجيا التي تحاكي تاريخ المملكة المغربية، وذلك بالموازاة مع الانطلاقة الرسمية لبرنامج مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، والذي تنظمه الوزارة بشراكة مع منظمة الإيسيسكو ومجلس جماعة مراكش وولاية الجهة. وعرفت هذه العروض مشاركة العديد من النجوم المغاربة، أبرزهم الممثل مهدي فلان والفنانة مريم الزعيمي ونخبة من المواهب الشابة. وأشرف أحمد أبو النعوم على الرؤية الفنية والديكور والإكسسوار عن طريق شركته جاكاراندا للإنتاج الفني ذات الخبرة الطويلة في المجال، فقد سبق لها المشاركة في عدد كبير من الأعمال التاريخية العالمية التي صورت في المغرب، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية المغربية آخرها سيتكوم خوخ وتاتو الذي عرض رمضان المنصرم. يشار إلى أن حفل افتتاح عروض نوستالجيا لهذه السنة شهد حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد بعد النجاح الباهر الذي حققته عروض النسخة الماضية بموقع شالا الأثري بمدينة الرباط. علمت قناتنا من مصدر موثوق أنه تم مساء يوم الأربعاء إيداع الفنانة المغربية دنيا بطمة لسجن لودايا بمدينة مراكش، ووصلت دنيا بطمة لسجن لودايا من أجل إمضاء عقوبتها الحبسية فيما يخص تورطها في قضية حمزة مومبيبي، بعدما تم توقيفها عشية يوم الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر باعتقال الفنانة دنيا بطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقها. وكانت محكمة النقد قد رفضت الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة بشأن العقوبة الصادرة في حقها استئنافيا في ملف حمزة مومبيبي. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت الحكم الابتدائي الصادر في حق المغنية المغربية دنيا بطمة الذي أذانها بثمانية أشهر حبسا نافذا بزيادة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. أعرب خبير التجميل المغربي جواد قنانة الشهير بجواد مينغو عن حزنه الشديد بعد سماع خبر اعتقال الفنانة دنيا بطمة يوم الأربعاء خلال تواجدها بمدينة مراكش. وأكد قنانة الذي ظهر في بث مباشر أطلقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام أن متابعي بطمة هم معجبوها الذين بعثوا له بتعليقات سب وقذف متهمينه بالتشفي فيما حصل لها، هم السبب الرئيسي وراء ما حصل لها. وقال قنانة في معرض كلامه: الله يدرش تاول يا الخير، والله لا قاعد قصفينا الناس اللي تقول الله ياخذ فيها الحق على شهادة الزور. اش من شهادة؟ انا راه في 2017 درت شكاية وما تبعتهاش كاع. واضاف المتحدث ذاتها: سيري راه ما كاين اللي درها قدكم، اقسم بالله العظيم الله ياخذ فيكم الحق، نتوما النيت ما كايناش اللي خرج ليها قدكم. في سياق متصل، علمت قناتنا من مصادر مطلعه ان الشرطه القضائيه بمدينه الدار البيضاء كما جاء في بعض المواقع القت يوم الاربعاء القبض على الفنانه المغربيه دنيا بطمة من اجل تنفيذ العقوبه القاضيه بحبسها لمده عام كامل في ملف ما بات يعرف بحمزه مومبيبي. وحسب ذات المصادر، فان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر باعتقال الفنانة دنيا بطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقها. وكانت محكمة النقد قد رفضت الطعن الذي تقدم به دفاع دنيا بطمة بشأن العقوبة الصادرة في حقها استئنافيا في ملف حمزة مومبيبي. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت الحكم الابتدائي الصادر في حق المغنية المغربية الذي أذنها بثمانية أشهر حبسا نافذا بزيادة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة كشفت تطورات قضية متابعتها على خلفية حساب حمزة مومبيبي عقب قرار محكمة النقد للرباط رفض الطلب الذي كانت قد تقدمت به، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج الإعلامي اللبناني ربع الزيات. وأعلنت دنيا بطمة تقدمها بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في حقها بناء على وثائق وحقائق جديدة على حد تصريحها.
تناقل الآلاف من المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي تدوينات داعمة لمدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي عقب دعوات لتغييره عن العارضة التقنية لأسود الأطلس مباشرة بعد الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا. وطالب الجمهور المغربي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة دعم وليد الركراكي ومجموعة من لاعبي أسود الأطلس الذين قدموا مجهودا جبارا خلال تواجدهم بأدغال الكوت ديفوار وسط مناخ صعب، غير أن تفاصيل صغيرة وقفت في وجه مواصلة مشوارهم. الجماهير المغربية دعت للحفاظ على المجموعة المشكلة من أفضل اللاعبين الذين حققوا أفضل إنجاز على مر التاريخ للكرة المغربية في مشاركتهم المونديالية ببلوغ المربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي. الإخفاق والإقصاء من منافسات كأس الإفريقية ليست نهاية العالم، فقد سبق وأقصيت منتخبات كانت مرشحة بقوة، كما أقصي حامل اللقب منتخب السنغال، وهو ما اعتبرته الجماهير المغربية درسا يجب استخلاصه للاستعداد لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب صيف العام المقبل 2025. قال نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة أن المنتخب الوطني المغربي يملك مجموعة رائعة لا ينقصها سوى هداف حقيقي يستطيع ترجمة الفرص العديدة إلى أهداف. وأضاف أبو تريكة عقب إقصاء المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا من دور الثمن النهائي: لو كنت مسؤولا في الكرة المغربية، أول قرار لابد أن أتخذه هو دعم المنتخب ووليد الركراكي. هذه المجموعة لا ينقصها سوى مهاجم مختلف يستطيع ترجمة الفرص، ولاعب مركز زمانية مختلفة في وسط الملعب يستطيع استكمال أدوار أناحي ومرابط. البطولة القادمة ستكون على ملعبكم، لن تكون هناك حجة. وهذا المنتخب أخذ درسا قاسيا في هذه البطولة وسيتعلم منها وسيكون من أقوى المرشحين. نجم الكرة المصرية السابق وجه كلامه للمغاربة بالقول: لا نريد أجواء درامية، المنتخبات الأخرى لديها مشاكل كثيرة، أنتم منتخب جيد، منتخب مصر لديه العديد من المشاكل في المنظومة، وتونس والجزائر لديه مشاكل، المغرب لا، حافظوا على الاستقرار. واعتبر أبو تريكة أن خروج المغرب هو ثاني مفاجآت الكان بعد خروج السنغال، مضيفا: الدرس قاسي والإنسان يتعلم، خروج المغرب من هذا الدور مفاجأة كبيرة، هي ثاني مفاجأة بعد خروج السنغال. وحول الغيابات شدد أبو تريكة على أنه توقع تأثر المغرب بغياب حكيم زياش وسفيان بوفال، لكن ليس بهذه الدرجة التي شهدها الجميع في مباراة جنوب إفريقيا، مضيفا أن المنتخب المغربي لم يستغل الفرص، تأتي له فرص ولا يسجل، هذه أزمة المغرب منذ كأس العالم. وأشاد أبو تريكة بالدولي المغربي أشرف حكيمي بالقول: إياك أن تحزن يا حكيمي، أنت نجم المنتخب المغربي الأول وتحملت مسؤولية تسديد ركلة الجزاء، وهذا طبيعي، الكل يهدر ركلات الترجيح. علمت قناتنا أن اجتماعا حاسما سيعقد الأسبوع المقبل بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، وذلك بعد الخروج المفاجئ لأسود الأطلس من منافسات كأس إفريقيا للأمم، حيث ينتظر الجميع مصير الركراكي خلال هذا الاجتماع. أكد هوغو بروس مدرب جنوب إفريقيا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة التي جمعت فريقه مع المنتخب المغربي برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا على أن المنتخب المغربي كان رائعا وأن خسارته لا تعني أنه منتخب سيء. وأضاف بروس في تصريحاته: أنا سعيد جدا اليوم، لقد فزنا على المنتخب المغربي. وأوضح أيضا: أنا سعيد ليس فقط لأننا تأهلنا إلى ربع النهائي، ولكن لأن الفوز على فريق مثل المغرب هو شيء خاصة، إنه منتخب جيد جدا ويمتلك لاعبين جيدين جدا. وأشار المدرب الجنوب الإفريقي إلى أنه في لحظات معينة من المباراة يجب أن يكون لديك القليل من الحظ الذي كان لدينا في الشوط الثاني، لقد أهدروا ركلة جزاء وكانت لديهم بعض الفرص التي تمكننا من إيقافها. وأورد كلامه قائلا: أعتقد أن التكتيك الذي قمنا به كان هو الصحيح، لكن خسارة المنتخب المغربي لا تعني أنهم أصبحوا فريقا سيئا، بل إنهم حقا فريق جيد جدا.
تسبب الدولي المغربي أشرف حكيمي في خروج منتخب بلاده من الدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا. وخسر منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الطرفين مساء الثلاثاء ليودع رابع العالم البطولة مبكرا. وبينما كان يتقدم البافانا بافانا في النتيجة بهدف دون رد، أهدر أشرف حكيمي فرصة تعديل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من الشوط الثاني. أشرف حكيمي أطلق تسديدة قوية للغاية اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدا عن المرمى قبل أن يسجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة. وأصبح أشرف حكيمي المسدد الأول لركلات الجزاء في المغرب بسبب غياب حكيم زياش عن مباراة جنوب إفريقيا، حيث تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل. نبوءة كونتي بشأن أشرف حكيمي. بالعودة إلى الوراء، سنجد أن أشرف حكيمي يمتلك تاريخا سيئا مع المدربين فيما يتعلق باختياره لمهمة تنفيذ ركلات الجزاء. أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق أكد من قبل أن أشرف حكيمي أحد أسوأ اللاعبين الذين يقومون بتسديد ركلات الجزاء، وأضاف في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: يجب أن نموت جميعا قبل أن نسمح لحكيمي بتنفيذ ركلة الجزاء، فهو أسوأ مني في تنفيذها عندما كنت لاعبا. وسبق للظهير الأيمن المغربي التدرب تحت قيادة كونتي في إنتر ميلان قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان. من جانبه، أكد البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب السابق أن حكيمي طلب منه أن يصبح المسدد الأول لركلات الجزاء، لكنه رفض هذا الأمر. وأشار إلى أنه طلب من حكيمي أن يصبح المسدد الأول في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليتولى بعد هذه المهمة رفقة المنتخب المغربي، ويبرهن ذلك على سوء مستوى حكيمي في تنفيذ ركلات الجزاء بناء على تقييم مدربيه السابقين، وهو ما تأكد في ليلة خروج المغرب من منافسات الكان. بحسب تحليل أجرته المنصة الأمريكية المتخصصة في التصنيفات وتحليل البيانات إنسايدر مونكي، يحتل المغرب المركز الثالث بين أقوى 15 دولة في إفريقيا للعام الجاري. ويستند هذا التمييز حسب المصدر ذاته إلى تقييم يأخذ في عين الاعتبار مؤشرات القوى المختلفة، وهي العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي توفير منظور شمولي حول وضع كل دولة، وبإلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الفرعية التي دفعت المغرب إلى هذه المرتبة. يبدو أن المملكة ميزت نفسها باحتلال المرتبة الثانية إفريقيا في مؤشر القوة العسكرية، مما يسلط الضوء على قدراتها الدفاعية القوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، احتل المغرب مكانة محترمة بوضع نفسه في المركز السادس، مما يدل على مرونته الاقتصادية وإمكانيات نموها. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالمغرب بسبب نفوذه السياسي الناعم، حيث حصل على المركز الثالث في هذه الفئة، فضلا عن تأثيره الثقافي حيث احتل المرتبة الرابعة في هذا المجال الحاسم. وبحسب البوابة المتخصصة، فإن أحد القوى الدافعة لهذا الارتفاع الملحوظ هو النمو المستدام للاقتصاد المغربي، وتمكن المغرب من تجاوز منافسته للجزائر، حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 140 مليار دولار أمريكي من سنة 2022. إضافة إلى ذلك، فإن الجيش المغربي مزود بأسلحة غربية حديثة، ما يمنحه أفضلية على نظيره الجزائري الذي يعتمد على روسيا في مكتسباته العسكرية. مضيفا أن الرباط أقامت علاقات ودية مع العديد من الدول في الآونة الأخيرة، مثل إسرائيل التي ساعدت على تعزيز قوتها الناعمة على الساحة الدولية. التحالفات الدبلوماسية التي أقامتها الرباط مع لاعبين رئيسيين ساعدت في ترسيخ مكانة المغرب، كما يسلط محللو الموقع الضوء على أهمية التحالفات الدبلوماسية التي أقامتها الرباط خاصة مع لاعبين رئيسيين مثل إسرائيل، والتي ساعدت في ترسيخ مكانة المغرب الدولية وتعزيز نفوذه على القضايا الإقليمية والعالمية. وأضاف مصنعو الأسلحة الأمريكية يراقبون سباق التسلح بين المغرب والجزائر، بينما عززت الجزائر قدراتها بتوقيع اتفاقية مع موسكو عام 2020 لشراء سخوي سو 3، وتسعى الرباط من جهتها إلى تأمين مقاتلات الشبح من الجيل الخامس التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن. في حين يشير إلى أن المغرب وقع عدة اتفاقيات مع واشنطن تسمح له بالحصول على نظام الصواريخ
الصواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس، وأن البنتاغون أعلن عن بيع أسلحة جديدة للمملكة بعقد بقيمة 250 مليون دولار. واحتلت الجزائر المركز الرابع خلف المغرب مؤشر القوة العسكرية ومن حيث مؤشر القوة الاقتصادية، في حين احتلت المرتبة الخامسة والسادسة إفريقيا في مؤشري القوة السياسية الناعمة والتأثير الثقافي على التوالي. وأكد الموقع المتخصص أن الإنفاق العسكري الجزائري هو الأعلى على مستوى القارة، بعد أن ركزت جهودها على بناء آلة عسكرية قوية بسبب صراعها الطويل مع المغرب. على المستوى القاري تصدرت مصر التصنيف، وعلى المستوى القاري تصدرت مصر التصنيف بعد أن حققت المركز الأول في جميع المؤشرات الفرعية المستخدمة، تليها مباشرة جنوب إفريقيا التي حصلت على المركز الثاني، مما يسلط الضوء على تنوع مراكز القوى في إفريقيا. وفي منطقة المغرب العربي بالإضافة إلى المغرب والجزائر، شمل الترتيب أيضا تونس التي احتلت المركز السادس إجمالا والثامن من حيث مؤشر القوى العسكرية، والرابع عشر من حيث القوى الاقتصادية الوطنية، وكذلك ليبيا التي احتلت المركز العاشر في هذا المؤشر. وضمت قائمة أقوى الدول الإفريقية هذا العام أيضا دولا أخرى مثل كينيا التي حلت في المركز السابع، تليها أثيوبيا في المركز الثامن عموما، ثم السودان الذي يعيش أزمة سياسية منذ سقوط نظام عمر البشير، حيث احتلت الخرطوم المركز الحادي عشر بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج في المركزين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي. باختصار، يشهد هذا التصنيف على تعقيد وثراء الديناميكيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشكل القارة الإفريقية، مما يسلط الضوء على المغرب كلاعب إقليمي رئيسي أخذ في الصعود على الساحة العالمية. إلى هنا نكتفي بهذا العرض، وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.